بعيدا جدا خلف سحاب الماضي السحيق يوجد مكان لم يره الكثيرون، مكان غامض يسمى المجهول، حكايات طويلة منسية عن المكان انكشفت للمسافرين عبر الغابة خلف حائط الحديقة من أكثر الانيميشنات المرعبة واللي قصتها غريبة ومجهولة، وفي كل حلقة يصير الموضوع أغرب وأغرب وكأنك في دوامة مع أبطال الانيميشن. وانا شفت الانيميشن أو الكرتون هذا بالكامل وبلخص لكم جميع الحلقات في فيديو واحد، ورح نتكلم عن بعض النظريات المرعبة حول هذا الانيميشن في نهاية الفيديو، وفي تساؤلات حول هذا الكرتون رح نتكلم عنها. وبالنسبة للأشخاص اللي يقولوا انت قاعد تتكلم عن الحلقات والأشياء اللي قاعدة تصير في الحلقات، ايوه نعم انا شفت حلقات الانيميشن هذا بالكامل ورح احاول اني ألخصها لك واتكلم عن اهم الاحداث اللي صارت في الحلقات بطريقتي الخاصة. فاذا انت شخص ما تبغى تشوف الانيميشن بالكامل وما تبغى تضيع وقتك، انا لخصتها لك في هذا الفيديو. لكن قبل ما نبدأ حط لايك واشترك في قناتي وجيب لك مشروب او اكلة تستمتع فيها وخلونا نبدأ. أول عرض لهذا الانيميشن كان في سنة 2014، والتصنيف العمري لهذا الانيميشن هو 12 سنة، وتصنيف هذا الانمي هو غموض ودراما وتشويق. الكرتون يتكلم عن أخوين اللي هم أبطال الكرتون، ويرت وكريغ، يلقون نفسهم في أماكن مجهولة وغريبة، ويقابلون مخلوقات مرعبة وغريبة، والمخلوقات هذه تعيش في المكان المجهول اللي تاهوا فيه الأخوين ويرت وكريغ. في بداية الحلقة ويرت وكريغ كانوا ماشيين في غابة، وفجأة كريغ يسأل أخوه فين إحنا بالضبط؟ أخوه يرد عليه إحنا في الغابة، لكن إحنا إيش نسوي في هذه الغابة؟ وهنا يظهر وكأنهم تائهين وضيعوا طريق البيت، وفجأة يشوفوا شخص وهو قاعد يقطع الخشب ويتساءلوا هل ممكن يكون هذا الشخص شخص كويس؟ الأخ الصغير يقول خلينا نروح ونطلب المساعدة منه، لكن الأخ الكبير يرفض ويقول له اسكت عشان لا تفضحنا. فجأة يسمع صوت يقول لهم أنا بساعدكم للوصول للبيت، ويطلع هذا الصوت لطائر ويتكلم معهم، واسم الطائر هذا بيتريس. طبعا الأخ الأكبر ينصدم لأنه كيف طائر يتكلم بلغتهم؟ وفجأة الشخص اللي كان يقطع الخشب يظهر قدامهم ويسألهم مين أنتوا؟ إيش تسووا هنا؟ الغابة مو مكان للأطفال، ما تعرفوا إنه في وحش قريب من هنا؟ طبعا الأخوين خايفين ويقولون له إحنا بس نبغى نوصل للبيت، إحنا تائهين ما كنا عارفين إنه في وحش. فيقول لهم هذا الشخص اللي كان يقطع الخشب مرحبا بكم في المجهول، مصيركما مجهول. الشخص هذا يأخذهم معه للبيت ويقول لهم أنتم بأمان هنا. ويرت يسأل هذا الشخص إيش هو شغلك؟ إيش تشتغل؟ والشغل اللي يشتغله عبارة عن أنه يدور أغصان شجر ويحولهم لزيت عشان يخلي هذا المصباح مضاء، والمصباح اللي معاه ضوء غريب بصراحة، وبعدين رح نتكلم عنه ونتطرق له. ويرت يحس بالخطر تجاه هذا الرجل ويقول لأخوه إيش رايك نهرب من هذا البيت؟ يسمعهم هذا الحطاب ويقول لهم إذا تبغى تروح روح، بس لازم تعرفوا شيء إنه الوحش جاي لا محالة وهو يدور عن أطفال مثلكم. الأخوين يتساءلوا فيما بينهم هل من جد في وحش في الغابة ولا هذا الرجال يستهبل علينا؟ ويرت يظهر وكأنه تعبان ويروح وينسدح على الكنبة الموجودة في هذه الغرفة، ويبان عليه وكأنه ضائع وتائه في دوامة عقله. كريغ أخوها الصغير يطلع من البيت عشان يدور عن ضفدعه، ويسمع صوت الضفدع داخل مكان أو خلينا نقول داخل غرفة صغيرة، ويجي ويشوف من الشباك ومين يلقى فيها؟ يلقى هذا الحطاب. الحطاب هذا قاعد يستخلص الزيت من الأخشاب، ويطيح كريغ في برميل ويسمع أصوات مرعبة، وفجأة يظهر وحش غريب وعيونه تلمع بشكل غريب ويحاول انه يوصل لكريغ. كريغ يهرب من هذا الوحش ويدخل للبيت، والوحش هذا يلاحق من وراه كأنه هذا الوحش يتم التحكم في عقله لأنه عيونه فيها ألوان غريبة، ويهاجم عليهم بشراسة. يهرب الأخوين ويحاولوا الاختباء، يهرب منه ويرمي كريغ بعض الحلاوة، والوحش يلحق ورا الحلاوة ويطيح في عجلة دائرية تفعصه ويطلع من فم السلحفاة وبعض الزيت نفس اللي كان يسويه هذا الحطاب. وبعد لحظات الكلب هذا يرجع كلب طبيعي وعادي، وطلع هذا الكلب حيوان الحطاب الأليف، تدمر بيت الحطاب وحظيرته وكل شيء تدمر. يغضب الحطاب غضب شديد ويقول الوحش طاردني دائما كالليل، إنه يفسد كل شيء. وبعدها الحطاب يمسك الولدين ويحاول إنه يرشدهم ويقول لهم اذهبوا شمالا وابحثوا عن مدينة، ويعطيهم نصيحة ويقول لهم احذرا المجهول، خافا الوحش، وغادرا الغابة فورا إن استطعتما. الأخوين يمشوا ويتوجهوا شمالا، وبالنسبة للرجل الحطاب قصته غريبة، وقصة هذا الشخص قصة مهمة لكن رح نتكلم عنها في الحلقات القادمة.
يظهر الأخوين وهم ماشيين في الغابة ويتساءلوا. طلع الصباح وإحنا لسه ما وصلنا للمدينة، وفجأة يسمعوا صوت وحدة تنادي ساعدوني النجدة. الأخ الصغير النشبة يقرر إنه يتبع هذا الصوت، ويكتشف إنه هذا الصوت لنفس الطائر اللي تكلمت معهم، تطلب منه المساعدة بمقابل إنه رح تكون مدينة لهم. فبعد المساعدة تقول لهم إيش رأيكم أوصلكم لعند سيدة الغابات الطيبة، وهي اللي رح تساعدكم وتوصلكم للبيت. الأخ الكبير ويرت باين عليه إنه ذكي، يرفض طلبها ويقول لها لا، احنا رايحين باتجاه احدى المدن واللي شافوا لوحتها في احد الاشجار. وصلوا الى هذه المدينة لكن ما كان فيها اي احد، الهدوء كان غريب جدا. ويرت يروح يدق باب احد البيوت العشوائيين ويقرر انه يفتح الباب، وما يلقى فيه احد الا ديك رومي، وكان مدري ايش فيه، مريض مدري. فجأة يسمعوا اصوات من داخل الحظيرة الموجودة في المدينة، وداخل هذه الحظيرة يكون فيها اشخاص كثيرين يسووا اشياء غريبة ويرقصون رقصات غريبة واشكالهم غريبة، ويدورون حول شيء طويل وفي حبال موجودة على أعناقهم. وبصراحة ما أدري كيف أشرح، يعني هم عبارة عن يقطينات لكن عندهم أرجل وأيادي ورأس. فلما يدخلوا إلى هذه الحظيرة الطائر اللي معهم يقول هذا المكان يبدو مريبا، إيش رأيكم نطلع من هذا المكان؟ ويرت يتكلم مع أحد الموجودين اللي هناك ويقول لها إنه إحنا ضائعين وأنا أبغى أمشي في أسرع وقت وألقى البيت، لكن كل اللي موجودين داخل الحظيرة هذه يسمعون كلام ويرت، وفجأة كلهم يجتمعوا عليهم ويقولون لهم انتوا شكلكم تبغوا تهربوا من مدينتنا. وفجأة يقفلوا باب الحظيرة. بعدها يظهر وحش كبير اسمه إينوك ويشبه لهم لكنه أكبر حجما، وهم كانوا قاعدين يطوفوا حوله. يبدأ يسألهم ليش جيتوا وكيف جيتوا. ويرت يبدأ يشرح له انه احنا ضعنا ولقيناكم بالصدفة والحين نبغى نمشي، هل ممكن نمشي؟ الوحش يبدأ يضحك بصوت مرعب ويقول لهم انتوا خربتوا احتفالنا ودمرتوا المحصول، والحين كذا تبغى تروح بدون سبب وبدون عقاب. ويقرر انه يعاقبهم، والعقاب كان انهم يشتغلوا ساعات في اعمال يدوية في المزرعة، وبشكل غريب يحطوا على رجولهم الاصفاد والكور الحديدية وكأنهم مساجين، وحتى الطائر حطوا عليه الكورة الحديدية ويبدأوا يشتغلوا في الزراعة. ولما هم كانوا يشتغلوا اليقطينات يظهروا كأنهم يراقبونهم بصمت وخفاء. ويرت وكريغ كانوا يحفروا حفرة غريبة وكبيرة وشكلها بصراحة ما يطمن، انتوا عارفين الحفر هذه شكلها غريب، ويطلع داخل هذه الحفرة شيء زي ما انا توقعته بالضبط، هيكل عظمي لبشري. ويرت يطلب المساعدة من الطائر هذا ويقول لها تعالي بسرعة افتح القيود اللي في رجلنا. وفجأة يشوفوا موكب اليقطينات جايين ومعهم القائد، يجوا لعندهم ويسألوهم هل خلصتوا ولا لا. يبدأ ويرت ويكذب عليهم ويقول لهم احنا لقينا صخور في الارض وما قدرنا نحفر اكثر. اخوها الصغير يهرب مع الطائر، وفجأة الهيكل العظمي تحرك وطلع من الحفرة. وطلع الهيكل العظمي هذا هم يعرفونه باسمه، وكل اللي موجودين في المدينة يحيونه ويعرفونه ويحطوا على راسه يقطينه، واتوقع انه هذا يثبت انه كل اللي موجودين داخل هذه المدينة مو احياء وكلهم مجرد هياكل عظمية. وبعد هذا سكان المدينة الغريبة يشكروا ويرت لانه ساعدهم في احياء هذا الحفل، حتى القائد الغريب يشكره. وبعدها بيتريس ويرت وكريغ يتجهوا الى أدلايت الى سيدة الغابات الطيبة. لما كانوا ماشيين في الغابة كريغ أخوها الصغير قال إنه رح يسبقهم إلى الغابة، وأخوها الكبير ويرت لحقوه ووصل إلى مدرسة. ودخل المدرسة وكان في فصل مدرسة والحصة بادية، والمدرسة قالت لهم تعالوا واجلسوا، والطلاب كانوا من مختلف الحيوانات. الطائر بيتريس قالت لا ما رح نجلس خلينا نمشي، لكن ويرت قرر إنه يجلس مع الطلاب. المعلمة تقرر معاقبة ويرت لأنه تكلم، فالمدرسة قالت له ادخل في هذا الصندوق الغريب وهذا هو مكان لمعاقبة المشاغبين. الشيء الغريب انه لما دخل داخل هذا المكان كان على الجدار خطوط زي الخطوط اللي يرسمها السجناء عشان يعدوا الايام اللي قضوها، وهذا شيء غريب بالنسبة لمدرسة فيها اطفال. في الجانب الاخر كريغ كان يلعب في الغابة مع الحيوانات ويقول لهم تعالوا نلعب لعبة القطة العجوز، وكل حيوان يجيب له قطة، واحد من الحيوان يمسك بسة لكن هذه البسة تطلع غوريلا عملاقة. كلهم يهربوا، يدخل كريغ والحيوانات الثانية في المدرسة. الشيء اللي انا استغربت منه انه المدرسة هذه ما فيها قواعد، اي حيوان اي شخص جاء يقولوا لهم ادخلوا المدرسة. حتى ويرت وكريغ المدرسة هذه ما كان مدرستهم، يعني بس كذا جاءوا ودخلوا. لما جاء وقت الأكل الكل أكلوا الأكل لكن طعم الأكل ما كان لذيذ. وفي أحد الرفوف في المدرسة هذه كان فيها لوحة وشدتني أنا بصراحة، وفيها صورة لشخص ويبان وكأنه متوفي واسمه جيم. في البداية الطلاب ما كانوا يحبوا طعم الأكل، لكن كريغ قام وحط على أطباقهم عسل أسود وغنى لهم، وفجأة انفتح الباب وجاء والد المدرسة وقال لهم هل هذا
الشيء الذي أدفع عليه ثروتي؟ الرجال كان معصب ويقول لبنته أنا بنيت هذا المدرسة عشان نعلم الحيوانات الكتابة والكلام، مو عشان يرقصوا ويغنوا. يجي ويأخذ الآلات الموسيقية منهم ويأمرهم إنهم يناموا. لما يدخلوا إلى غرفة النوم الحيوانات صارت حزينة عشانهم ما أكلوا وما استمتعوا، فيقرر كريغ وويرت إنهم يهربوا من المدرسة في الليل. ودخلوا الغابة وسمعوا صوت غريب، شافوا والد المدرسة جالس على الأرض وجنبه الآلات الموسيقية وقاعد يكلم نفسه ويقول إنه هو صارف فلوسه وخسرها على المدرسة، ويقول إنه صار مفلس وإنه لازم يبيع هذه الآلات عشان ما يتقفل المدرسة، ويأخذ جاكيته ويحط تحتها آلة موسيقية وينام وكأنه ما عنده بيت. لما يصحى من نومه ما يلقى الآلات، ويكتشف إنه الطلاب سووا فعاليات خيرية يكسبوا منها الفلوس عشان يعطوه للمدرسة ويكسبوا فلوس كثير. وفجأة في نص الحفلة الغوريلا يجي ويهاجم عليهم، لكن ويرت يطيح عليه بالغلط، والشيء الغريب إنه راس الغوريلا يطيح. ومن اللي يطلع؟ طلع هذا اللي كان صورته موجودة باللوحة، اسمه جيم. وقصة المدرسة تنتهي إلى هنا. في بداية الحلقة الرابعة يظهر الرجل الحطاب اللي ظهر في الحلقة الأولى، وفي عربة تمشي من جنبه بسرعة كبيرة، وداخل هذه العربة مين في؟ كريغ ويرت. ويرت يسأل كريغ هل في وحش من ورانا ولا لا، لكن بالفعل ما كان في أي وحش من وراهم، لكن صاحب العربة اللي كان يسوق كان غريب أطوار وكان يصرخ ويقول الوحش يطاردني الوحش يطاردني، وكان يرددها عدة مرات. فجأة كريغ وأخوه يطيحوا من العربة، وإيش يلقوا قدامهم؟ يلقوا بيت، والجو كان ماطر، البيت شكله كان مرعب، والشباك اللي في البيت يظهر فيها ظل لشخص واقف بشكل غريب وقاعد يطالع فيهم، وفي واحد قاعد يراقب الأخوين من ورا من داخل الغابة. مين يكون هذا الشخص؟ يكون هو الحطاب. طيب ليش يراقبهم الحطاب هذا؟ قصة وقصة، وقصة الحطاب هذا راح يجي بعد شوية. ويرت وكريغ يروحوا لهذا المبنى ويدخلوا لهذا المبنى ويلاقوا أشخاص غريبين أطوار، وأشكالهم غريبة وحركاتهم غريبة، وكأنه هذا المبنى هو مطعم وفي نفس الوقت بيت لشخص ما. كريغ يروح ويجيب أكل، مضيفة المطعم تضرب الطائرة اللي معهم وتقول أنت مو مرحب فيك هنا وتطردها. الموظفة تسأل ويرت عن نفسه، لكن ويرت يتوتر بشكل غريب وما يقدر يجاوب ويقول لها إيش تقصدي بهذا السؤال. الموظفة تبدأ وتقول له عن الأشخاص الموجودين اللي هنا، هذا جزار هذا حداد، وتوصل لشخص وتقول إنه هذا الأب وهذا ابنه، وكأنه في شيء غريب زي ما أنتوا شايفين ماسك ابنه بحبل والحبل مربوط على جسم الولد بشكل غريب. وفي واحد لما عرف إنهم ضايعين ويبغوا يوصلوا لبيتهم قام وقال أنا رجل الطريق السريع، وشكله بصراحة يعني مستحيل تثق فيه، ويبدأ ويغني ويقول إذا أنت تخرب شغلي أنا أوريك ومدري إيش، ويقعد ويهدد ويرت بكلام غريب وحركاته كأنه شخص مو صاحي أبدا. ومرة ثانية في الخارج في الغابة القريبة من هذا المطعم الرجل الحطاب يظهر مرة ثانية وقاعد يجمع الأخشاب، وبعدها ويرت يجي ويسأل أحد الأشخاص الموجودين في المطعم إذا كان يعرف يدلنا، لكنه بدأ يغني وكل اللي بالمطعم مسكوا ويرت بشكل غريب وصاروا يلمسونه وكأنهم كلهم مو صاحين، في شيء غريب فيهم. ويجبر ويرت عشان يغني لهم أغنية، وبعد ما يخلص من الغناء يمسكوه ويقولوا له أنت شكلك سائح وتجوب العالم. والمهم ويرت يبدأ ويقول لهم عن قصص اللي صارت له، ويقول لهم إنه هو تقابل مع غوريلا وإنه تقابل مع رجل قاطع الخشب وتكلم له عن الوحش. فجأة كلهم انصدموا وقالوا وحش الغابة، وسألهم ويرت هل تعرف وحش الغابة ولا إيش الموضوع؟ قالوا الويرت مين ما يعرف وحش الغابة، كلنا نعرف وحش الغابة. الموظفة هذه تبدأ وتوصف له هذا الوحش وتقول له إنه هذا الوحش يظهر في أي مكان وما يهمه إلا مصباحه، خلوا هذه الكلمة ببالكم. ويرت ينصدم ويقول لحظة، الرجل الحطاب اللي قابلناه كان معاه مصباح لكنه كان رجال طيب وساعدنا وضيفنا في بيته. الموظفة تصدم وتقول له أي شخص بيده المصباح فهو وحش، وقعنا فيها. ويرت يقول لا هذا الشخص كويس وساعدنا، والموظفة ترد عليه وتقول طيب ليش انت للحين تائه؟ اذا كان هذا الشخص ساعدكم فليش انتوا للحين تائهين؟ ويرت يقول لهم لا تكثروا كلام انا ابغى مساعدة وساعدوني يا اخي. وفجأة يسمعوا صوت صراخ للطائر اللي معهم خارج المطعم، والموجودين في المطعم فرحانين ويشجعوا ويقولوا روحوا ساعدوا وارجعوا البيت، والله هذول مو صحيين ابدا. ويرت ياخذ الحصان مع اخوه ويروحوا لمساعدة الطائر، يدخلوا الغابة ويلقوا شجرة مرعبة زي اللي ظهرت في الحلقة الأولى، ومين يقابله؟ يقابله الرجل الحطاب ويشوفه جنبه بيتريس، فويرت يقول له أنت الوحش، ويجي يمسكه ويطلب من أخوه إنه ياخذ الطائر ويهرب. الرجال هذا يقول لهم لحظة أنا مو الوحش اللي قاعد ألحقكم، الوحش الحقيقي
حقيقي هو خلفكم. لكن فجأة ويرت يضرب المصباح اللي كان بيد هذا الحطاب برجله وتبدأ الغابة تنحرق والنيران تنتشر في كل مكان والشجرة الغريبة تبدأ تولع. ويرت وأخوه يهربوا ويركبوا الحصان ويهربوا، والمشكلة أنه الحصان يطلع يتكلم معهم زيه زي الإنسان زيه زي هذه بيترس. فجأة يظهر شيء مثل الظل العملاق لونه أسود وعيونه تلمع ويتكلم مع هذا الرجل الحطاب ويقول له انتبه على مصباحك، يبدو أن الزيت أوشك على النفاد والشعلة سوف تنطفئ. والشيء الغريب اللي طلبوا من الحطاب سألوا عن الأخوين وفين راح يتجهوا، مين يكون هذا الشخص وليش مهتم بالأخوين وليش هذا الحطاب في كل مرة يظهر وكأنه يلاحق الأخوين. الحطاب هذا يحاول أنه يساعد الولدين ويقول للشخص المريب هذا ابتعد عنهم يا أخي فكك منهم. بعدها الشخص الغريب المريب هذا يضحك بصوت غريب وخفيف وتنتهي الحلقة الرابعة هنا. في بداية الحلقة الخامسة الأخوين امتطوا الحصان وأخذهم إلى قلعة، وهناك قابلوا واحد غريب أطوار باين إنه غني ويدعس على الأكل برجله ويقول كلام غريب وأحيانا يقول أنا ما أعرف مين أنا وفين أنا والقصر اللي أنا عايش فيه، بعض الأحيان أروح لأماكن ما أعرفها أماكن جديدة. ويرت وبيترس الطائر يخططوا إنهم يسرقوا فلوس منه عشان يقدروا يكملوا رحلتهم ويحتاجوا إلى قرشين. الغني هنا بدأ يوريهم بيته وأشياء الثمينة ويبدأ يتعرق بشكل غريب. كريغ يلاحظ هذا الشيء ويسأله ليش انت قاعد تتعرق، ويرد عليه ويقول انه انا على اعصابي وانا متوتر. يقول بدأ كل شيء لما كنت رايح الى احد الاجنحة في قصري ومن كثر ما هو قصري كبير ما تذكرت هل هذا بيتي ولا لا، وهناك لقيت ضوء غريب وكمان لقيت لوحة لامرأة جميلة اول مرة اشوفها، حاولت اساعدها وفكرت اني ابحث عنها لكني شفتها قدامي وخفت من انه هذه الجميلة تكون شبح فاغمي علي. وقال للاخوين ادري انكم ما تصدقوني بس يلا. كريغ يقول لهذا الشخص ايش رايك نروح ونبحث عن هذه المرأة ونتغلب على خوفك. يتحمس الرجل الثري هذا ويقول له يلا مشينا خلينا نروح ونبحث عنها. ويرت والطائر ما يروحوا معهم عشان يحاولوا العثور على الفلوس. يدخل ويرت الى داخل خزانة لانه يسمع اصوات اقدام وهي تقترب منه فيخاف انه هذا الرجال يجي ويمسكهم وهم يسرقوا. داخل الخزانة ويرت يتكلم مع الطائر والطائر هذا تكشف له سر غريب. الطائر بيترس تقول انها هي في الواقع بشرية. المهم يحاولون خروج من الخزانة بس يطلع باب الخزانة ما ينفتح فينحبسوا هناك. في الجانب الآخر لما كان كريغ والعجوز ماشيين العجوز يوقف ويبان عليه تعابير الخوف ويقول أنا أحس بالخوف لأني ممكن قاعد أتخيل أشياء والطبيب ممكن كلامه صح، ويقول لكريغ هيا بنا إلى المجهول بدون أي عودة. ويرت والطائر داخل هذه الخزانة بالصدفة يلقوا مدخل سري. ويرت يسأل الطائر كيف تحولتي من بشرية إلى طائر. في البداية ترفض الطائر إنها تقول السبب لكنها تفصح عن هذا الشيء وتقول إنه كان في شرير حولها لهذا الشكل هي وعائلتها وهي تحاول إنها تساعد عائلتها. ويرت كمان يقرر إنه يساعدها ويوصلوا من المدخل السري إلى غرفة كبيرة. كريغ والعجوز يوصلوا إلى الغرفة اللي فيها هذه اللوحة وفجأة تظهر المرأة اللي هو قاعد يتكلم عنها وإنه هي شبح، فمن الصدمة هو يغمى عليه وهي كمان يغمى عليها. لما أفاقوا بعد ما أغمي عليهم العجوز هذه تقول للغني هذا مرحبا بك في بيتي. الثري يقول لحظة هذا البيت بيتي كيف تقولي إنه هذا بيتي، والعجوز هذه تقول لا هذا بيتي على كيفك البيت هذا صار بيتك، وتوريها الاسم اللي يثبت إنه هذا البيت بيتها، وهو كمان يوريها لوحة وفيها اسمه، ويظهر في النهاية إنه هذا البيت كان مشترك والاثنين كانوا يبنوا البيت من جهتين وعشان كذا كان في أماكن هو ما كان يعرف عنها. وبعدها العجوز وهذه المرأة يعطوهم قرشين ويساعدوا الأخوين عشان يروحوا ويمشوا إلى القارب. الأخوين يروحوا ويمشوا إلى القارب وفجأة كريغ النشبة يرمي القرشين في الموية ويقول أنا رميت الفلوس هذا في الموية لأني أنا ساعدت العجوز للتغلب على خوفه بدون مقابل. يا أخي هذا الطفل كريه كريه، ليش ترمي الفلوس طيب؟ يظهر الأخوين وهم موجودين على سفينة والسفينة فيها ضفادع كثيرة. ويرت فرحان لأنه رح يوصل للبيت وفي أحداث كثيرة تصير معهم في السفينة مع الضفادع، وبسبب أنهم ما دفعوا فلوس التذاكر يلحقونهم رجال الأمن فيهربوا ويتنكروا بزي الضفادع ويسووا نفسهم موسيقيين. ولما يبدأوا العزف الضفدع اللي معهم من أول الحلقة وهو ساكت يبدأ يغني والضفادع انبسطوا كلهم، والطائرة اللي معهم من أول ما انقذوها من الحطاب وهي مو على بعضها وكذا شكلها ما يطمن وكان
كأنها حزينة وفيها شيء. انكشفوا من تنكرهم، لكن بسبب عزفهم الكويس ما سووا لهم شيء. وبعدها جاء الليل ووصلوا لوجهتهم. ويرت يسأل الطائر هذا: هل وصلنا لمكان سيدة الغابات الطيبة؟ بيتريس ترد عليه إنه الليلة ممكن هي تكون نايمة فما تبغى تزعجها. كأنها بيتريس كانت مترددة وخايفة من شيء، وهي متعمدة إنها تأجل هذه المقابلة. عموما بما أنهم ما كان عندهم مكان، قرروا أنهم يناموا مع الضفادع في الغابة الغريبة في المستنقع. وهذه اللقطة اللي طلع عليه الكثير من الكلام، لما كريغ يدخل نفسه داخل الوحل وشكله مو طبيعي. الطائر تبدأ تتكلم مع ويرت وتقول له: إيش رايك ما نروح لأدلايت؟ لكن من قبل هي نشبت لهم وقالت: أنا بساعدكم ورح أوصلكم للبيت، وهذه سيدة الغابات الطيبة، هي امرأة طيبة ورح تساعدكم للوصول للبيت. لكن الآن فجأة غيرت كلامها وتقول: إيش رايك ما نروح؟ يجي وقت النوم وكلهم ناموا. ولما كانوا نايمين، بيتريس الطائر هذه تهرب. ويرت يلاحظها ويقوم من وراها ويراقبوها إلين ما توصل لبيت غريب. واضح إنه البيت هذا قديم جدا، تظهر عجوز بيدها خيوط. بيتريس تقول لهذا العجوز: أنا معايا ولدين يبغوا يرجعوا لبيتهم، بس ما أقدر أجيبهم لك. والعجوز الغريبة هذه تقول: عادي جيبيهم بعطيهم بيت. وتقول لبيتريس: أنا طلبت منك إحضار طفل عشان يساعدني، وإذا جبتيه بعطيك المقص. المقص هذا اللي تقص فيه ريش عائلتك عشان يرجعوا لطبيعتهم البشرية. الموضوع ما هو طبيعي أبدا، العجوز طلبت منها إحضار طفل عشان يساعدها، هذا شيء غريب جدا. فجأة يدخلوا الأخوين للبيت، والطائر بيتريس تقول: ليش جيتوا هنا؟ والعجوز تقول: قفلوا الباب بسرعة، وهذا مو طبيعي وبقول لكم ليش. وفجأة العجوز تسحب أحد الخيوط وتقيد الأخوين وتقول كلام غريب، تقول: لقد أصبحا لي الآن، وعندما أملأ رأسيهما بأفكاري يصبحان مثل الخراف الصغيرة ويتبعون كل أوامري. وتقول العجوز هذه إنها تتبع أوامر ملك الليل ووحش الظلام الحالك. بيتريس تقرر أنها تساعد الأخوين وتفتح أحد النوافذ والهواء يدخل. العجوز هذه تقول: قفل النوافذ أنا ما أقدر أتحمل. وبالفعل ما تقدر تتحمل من هواء الخارج، والعجوز تذوب وتتبخر بشكل غريب جدا. كريغ وأخوه يطلعوا ويهربوا ويتركوا بيتريس وما يأخذوها معهم، لأنها كانت تبغى تقودهم إلى هذه العجوز من البداية، وكانت هذه خطتهم من البداية، إنها تأخذ الأطفال إلى العجوز وتحصل على المقص من هذه العجوز وترجع عائلتها إلى طبيعتهم. الأخوين يرجعوا للدخول في الغابة ويمشوا هناك إلين ما يوصلوا لمكان وفي شجرة تطيح أمامهم، ويطلع اللي قطع الشجرة هو رجل الحطاب. يحاولون الهروب منه، لكنه يمسك ويرت ويقول له: اسمع، الوحش هذا قريب منكم ويعرف مكانكم، خليك قوي وبهذا رح تنجح في الهروب منه. ويرت يقرر أنه يضرب المصباح اللي معه مرة ثانية، والمصباح اللي مع هذا الحطاب غريب جدا، لا هو نار ولا هو لمبة عادية، فيها ضوء غريب. بعدها يهرب الأخوين ويظهر هذا الوحش من وراء الأشجار ويقول للحطاب: إحنا لازم نتكلم. يهرب ويرت وكريغ ويوصلوا لمكان يلقوا كوخ قديم والجو كان ماطر، فيقرروا الدخول إلى هذا الكوخ. يدخلوا الكوخ ويشعلوا الشموع ويكتشفوا في سلة فيها الكثير من السلاحف، والسلاحف هذه ظهرت في الحلقة الأولى واللي طلعت من فم الكلب المتوحش. وهم موجودين في البيت، في بنت تطلع من أحد الغرف وتقول: مين أنتوا؟ وهم يفهموها إن هم ضائعين وهربوا من المطر. والبنت تقول لهم: فهمت عليكم، بس الآن أهربوا واختبئوا عشان عمتي جاية. وكان باين على البنت هذه الخوف، وفجأة الباب ينفتح ويظهر فيها عجوز غريبة ومرعبة، شكلها غريب وأسنانها سوداء، وتقول لهذا البنت: مين اللي جا بيتنا؟ في رائحة غريبة، لا تكذبي علي. البنت تحاول تقول لعمتها انه ما حد جاء، لكن عمتها ما تصدقها وتقول لها: انت كذابة. البنت ترفض تقول لعمتها عن مكانهم، لكن عمتها تطلع جرس على شكل انسان وتهز هذا الجرس بشكل غريب ويشع هذا الجرس بشكل غريب، وتقول لها: رنين الجرس يأمرك. والجرس هذا يصير يتحكم بالبنت هذه ويخليها تعترف بمكان الاخوين بدون رغبتها. العجوز تجي لسلة السلاحف اللي ويرت وكريغ كانوا مختبئين فيها وتقول لبنتها: اها قصدك السلاحف هي اللي تطلع الروائح هذه. وتبدأ العمة هذه وتاكل من السلاحف الموجودة في السلة، وبعدها العمة هذه تروح للنوم والاخوين يطلعوا. وهنا يبان على البنت انها تعبانة وتكح وتكح وكأنه فيها شيء. ويرت يقول للبنت هذه: ايش رايك تهربي معنا؟ ويرت يبدأ ينظف ويشتغل معها عشان يخلصوا بسرعة، وبعدها يهربوا. ضفدع كريغ النشبة يطلع للدور الثاني واللي فيها العمة وهي نايمة. العمة تصحى من نومها وتلحق
حقهم وتقول لهم ليش دخلتوا إلى هنا، والله رح أعاقبكم. هي حلفت لكن بلغتهم. العمة الغريبة هذه بدت تقول للبنت تعالي عندي لا تروحي معهم، وقعدت تدور على الجرس اللي كانت تتحكم فيه في هذا البنت لكنها ما تلقى الجرس هذا. ويرت والبنت وكريغ يهربوا ويدخلوا إلى غرفة ويقفلوا الباب، وهنا وفجأة يظهر وحش مرعب، ولورنا البنت المسكينة اللي كانوا يساعدوها طلعت هي الوحش الحقيقي. يهربوا ويرت وكريغ من النافذة والوحش من وراهم وتقول لهم أنا سوف ألتهمكم، وهي قاعدة تلاحقهم. ضفدع كريغ طلع هو اللي أكل الجرس، ويرت يمسك الضفدع هذا ويقول رنين الجرس يأمرك أن تصبحي طيبة مرة أخرى، وفي ضوء ساطع يطلع منها، وبالفعل لورنا تتحول إلى إنسانة مرة ثانية. هنا تظهر عمتها وتجي وتحضنها ويشكروا الأخوين، والعمة الغريبة هذه تعطيهم نصيحة وتقول لا تثقوا بأختي اللي هي أدالايت، لا تثقوا فيها أبدا. ومن هذه الحلقة تأكدت أنا إنه هذا الكرتون مو طبيعي أبدا، فالشرير اللي تحسبه شرير يطلع شخص كويس، ولورنا البنت المسكينة اللي حسبناها طيبة ومريضة طلعت وحش خبيث. ويرت وكريغ يمشوا إلى غابة، غابة مرعبة جدا. ويرت يقول لأخوه إحنا ضايعين، أنا أساعد الآخرين بس ما أقدر أساعد نفسي وأوصل البيت. وهنا يظهر شخص واللي هو الوحش اللي عيونه مضاءة بشكل غريب. يظهر هذا الوحش وهو قاعد يراقبهم من بعيد، وبجانبه الحطاب كان موجود وكانوا يتكلموا مع بعض، والوحش هذا يقول للحطاب يجب أن تبقي المصباح مضاءا، ألا تهتم لأمر ابنتك؟ الحطاب يرد عليه ويقول لا يمكن أن تحتجز الأطفال بمقابل هذا. وكلام الحطاب هذا في شيء غريب، ويقول لا يمكن أن نحتجز جميع الأطفال في هذا المكان بمقابل هذا، إيش قصده يعني؟ الظل الغريب يرد عليه ويقول إنه اللعبة هذه تمشي بإرادتي أنا، وأنا أتحكم في كل شيء، ويوجد فقط الغابة ويوجد فقط الاستسلام. ويرت وكريغ يظهروا وهم موجودين في صندوق خشبي يشبه التابوت، وقاعدين يطفوا في البحر ويحاولون الوصول للبيت. ويرت باين عليه حزين جدا ويقول لأخوه أنا أشعر بالضياع. بعدها يوصلوا لليابسة، ويرت يقول لأخوه خلينا نوقف التظاهر بأننا رح نوصل للبيت، هذا شيء شبه مستحيل. ويرت يبان عليه ملامح الضعف ويحط اللوم كله على أخوه ويقول له خلاص أنا ما رح أبحث عن البيت، واللي تبغى تسويه سويه. أخوه الصغير رغم أنه نشبة من جد وكثير من الأحيان جاب فيهم العيد، إلا أنه شخص إيجابي جدا وقرر أنه يكون القائد بدلا من أخوه ويرت. يجوا ويرتاحوا تحت شجرة، وكريغ يقول للنجوم ساعديني عشان نوصل للبيت. لما يناموا يحلم كريغ أنه في وحدة تقول له أنا قائدة السحاب وأنا رح أعطيك أمنية أحقق لك هي. وكانت أمنية كريغ الوصول للبيت. قالت المرأة هذه طيب رح أدلك على البيت، لكن ويرت ما رح يجي معنا لأنه ضائع. ويرت يظهر وأغصان الشجرة ينمو في جسمه، كأنه الأغصان والشجر هذا يبدأ يتحكم فيه ويتحكم في جسمه، وعلى الأغصان هذه فيها قطرات من الزيوت الغريبة اللي شفناها عند الحطاب وعدة أماكن أخرى. والمرأة الغريبة هذه تقول انظر كيف سيطر عليه الوحش. يحاول كريغ أنه يسألها هل في حل ثاني عشان نساعد أخوي، لكن المرأة هذه تقول للأسف الشديد لا يوجد أي حل آخر. قرر كريغ أنه يغير أمنيته، يقول لها بسرية في أذنها. بعدها كريغ يجي ويودع أخوه ويروح، ما ندري فين يروح. ويرت يصحى من نومه وخايف على أخوه، وبسرعة يجري ويحاول أنه يلقى أخوه، لكن في أصوات تحوم حول ويرت، وكل ما يروح مكان الصوت هذا يقترب من ويرت أكثر وأكثر. لما ويرت كان يركض عشان يلقى أخوه طاح في حفرة وسط الجليد، وداخل هذه الحفرة الظلام ابتلعت ويرت. يصحى ويرت ويلقى انه بيترس ساعدته وانقذته بشباك الصيد، وتسأل ويرت فين اخوك فين كريغ، لكنه ما يقدر يرد ويغمى عليه مرة ثانية. في الحلقة التاسعة من هذا الكرتون رح نعرف عن بداية القصة وكيف بدأت القصة كلها وكيف اختفوا في الغابة وليش كريغ كان حاط في رأسه إبريق شاي. كانت ليلة من ليالي الهالوين، هم عندهم يتنكروا بأزياء مخيفة في ليلة الهالوين، وكريغ لبس هذا الملابس كتنكر للفيل. بعدها كريغ يقول لويرت انت وعدتني اننا نروح عشان نصطاد ضفادع صح ولا لا، لكنهم يكنسلوا الذهاب للصيد لانه صارت قصة طويلة مع سارة اللي ويرت معجب فيها ويحاول انه يخليها تعجب فيه. ويرت يعطي شريط تسجيل، في الشريط هذا فيه اغاني وشعر ويرت كتبها وغناها للبنت اللي هو معجب فيها اللي هي سارة، لكن ويرت يكتشف انه سارة تطلع مع ولد ثاني في نزهة في ليلة الهالوين. بعدها يقرر ويرت انه يروح عشان يسترجع الشريط
منها وما يبغاها تسمع الأغاني والأشعار اللي هو سواها لها. المهم ما يقدر يأخذ الشريط. وبعدها بعد ما يخرجوا من بيت سارة في سيارة شرطة تطارد الأطفال وتطارد ويرت وكريغ، وهم يهربوا من السيارة ويوصلوا إلى سور أو حائط، والشرطة يقول لهم لا تدخلوا هذا المكان، هذه ملكية خاصة. ويرت يشوف إنه سارة والولد اللي جنبها اكتشفوا الشريط اللي موجود في جيبها، والولد يبدأ يضحك بشكل مستفز. ويرت يظهر بشكل غريب ومرعب، يتسلق الشجرة ويرت وكريغ وينطوا إلى خلف هذا الحائط، ومن هنا بدأ كل شيء. ويرت يبدأ ويلوم أخوه، أنت السبب، أنت السبب اللي خليتنا نهرب، أنت السبب وأنت السبب. ومن هذه اللحظة كريغ يلقى صديقه الضفدع، وبعدها بشوية يكتشفوا إنهم كانوا واقفين على سكة قطار، وفي قطار مسرع جاي لهم، لكنهم ينقذوا ويقدروا النجاة بصعوبة، فيطيحوا في منحدر ويطيحوا في النهر. وتذكروا هذه اللقطة وحطوا هذه الجزئية في عقلكم، تذكروها زين. بعدها نرجع إلى قصتنا اللي ما اكتملت في الحلقة الثامنة. بعد ما ويرت كان يدور على أخوه وفجأة طاح في حفرة وابتلعته الظلام وبيتريس أنقذته مع شباك الصيد، يستيقظ ويرت وهو موجود في داخل شجرة وبجانبه عصافير كثيرة يشبه بيتريس، وكمان في ضفدع أخوه. بعدها يقرر ويرت أنه يطلع ويدور على أخوه مع هذا الضفدع، والضفدع باين أنه تعبان وحالة وحالة. تظهر بيتريس وهي تدور على كريغ في عاصفة ثلجية قوية، تلقى كريغ وكان موجود أمام الوحش، وحش الغابة، الوحش المظلم واللي ظهر وكان يراقبهم في كل مكان. وحش الظل يقول لكريغ انت جبت لي أول شيئين طلبتهم منك، مشط ذهبي وخيط فضي. الوحش يطلب طلب غريب من كريغ، يعطيها الفنجان ويقول له جيب لي الشمس من السماء. وبصراحة في هذا الوقت أنا لاحظت شيء، وجه كريغ ما كان تمام أبدا، كذا باين وجهه تعبان وخايف وتحت عيونه فيه بهالات سوداء، باين كذا عليه انه تعبان جدا. عموما كريغ يقول مستحيل اجيب لك الشمس تستهبل، لكن الوحش يقول له اذا انت شخص ايجابي يمديك، يلا روح قبل ما تغرب الشمس. كريغ يسوي حركة ذكية وينجح في الاختبار، وهذا كان اختبار من الوحش لكريغ ورغم العاصفة الثلجية، الا انه كريغ يجلس في مكانه وينتظر الشمس ينزل للكوب، والوحش يقول لكريغ اجل انتظر في هذا البرد القارس. ويرت يلتقي ببيتريس بالصدفة، انا شفت اخوك وشفته مع هذا الشخص الغريب مع الوحش. العاصفة كانت قوية جدا، لكن ويرت يخاطر بنفسه ويروح عشان يبحث عن أخوه. يظهر الحطاب في بيته ويسمع الأغنية أو الأصوات اللي كان يسمعها ويرت قبل ما يطيح في الموية. الحطاب يتبع الصوت ويوصل لمكان الصوت، يلقى هذا الوحش الغريب واقف ويقول له توقعت إنك تجي يا حطاب. الصدمة اللي صارت انكشف الضوء على الشيء الغريب اللي كان بجانب هذا الوحش، وكان كريغ وأغصان الشجر حوله، ويقول للحطاب أقدم لك هذه الشجرة الجديدة. الحطاب يرفض انه يقطع من الاغصان اللي متشابكة في كريغ، لكن الوحش يصدم ويقول له تراك متعود على هذا الشيء من زمان ومن سنوات طويلة، وانت تسوي هذا الشيء عشان ابنتك، ابنتك اللي انا حبستها داخل هذا المصباح. وهنا اكتشفنا انه المصباح اللي يهتم فيه هذا الحطاب بالاساس في داخله ابنته، وهي تم حبسها من قبل هذا الوحش، وهي تعيش بس لما يعطيها الزيت، والزيت هذا يتم استخراجه من الغصون، والغصون يتم صنعه من الاطفال. يظهر الوحش بلون عيون مختلفة، بلون عيون الذئب اللي جاء في اول حلقة. يحاول الحطاب انه يقضي على هذا الوحش، لكن هذا الوحش هو وحش الغابة اللي مسيطر على الغابة واللي مسيطر على المجهول. يظهر ويرت وهو يبحث عن أخوه ويلقى مصباح الحطاب في الأرض وهو غير موجود، وبالفعل يلقى أخوه وهو في حالة يرثى لها. يجي ويتكلم معاه ويحاول أنه يفك الأغصان اللي حوله، لكن للأسف ما يقدر. وفجأة يشوف ويرت أنه حتى الحطاب طاح في الأرض والوحش جاء من وراه. الوحش يقول لويرت عطيني المصباح، وترى أخوك كان ضعيف جدا ورح يصير جزء من غابتي قريبا. الوحش يعرض صفقة غريبة على ويرت، يقول له إذا أنت تبغى تنقذ أخوك رح احتجز لك داخل هذا المصباح زي ما احتجزت ابنة الحطاب، ورح يعيش مع الزيت اللي انت تستخرجه من الاغصان. ويرت يفكر في هذا الشيء ويقول في نفسه انه خلاص هذا قدري وبقبل بهذا الشيء، ويقترب من هذا الوحش ويقول له انا قبلت انه اخوي يكون داخل هذا المصباح.
لكن بعد عدة ثواني يقول لا أنا برفض هذا الشيء. الوحش يقول أنا أحاول مساعدتك. يرد عليه ويرت ويقول أنت فيك بلا يا وحش، أنت قاعد تهتم في هذا المصباح وتبغاه يكون مضاء للدرجة هذه، وكأنه حياتك مرتبطة بهذا المصباح، ولا لا يا وحش إيش قصتك مع المصباح هذا؟ أول ما يسمع هذا الوحش هذا الكلام ينجن جنونه ويقول له مستعد لترى الظلام الحقيقي. ويرت يعرف حقيقة الوحش ويرجع هذا المصباح للحطاب وياخذ الفأس عشان يساعد أخوه من الأغصان، ويطلب من بيتريس إنها ترجع معهم لكنها ترفض. فويرت يطلع من جيبه المقص اللي رح يرجعها لطبيعتها، وكان هذا المقص عند ويرت طول الوقت. وفجأة الحطاب يقول طول هذه السنوات أنا كنت عايش في كذبة وابنتي مو موجودة في هذا المصباح. الوحش يجي من وراه ويحاول إنه يغويه، حتى بعد ما انكشفت حيلته يحاول إنه يستغل ضعف هذا الحطاب، لكن الحطاب كان ذكي جدا وقرر إنه يتخلص من هذا العذاب. فالحطاب هذا فتح المصباح وأطفأ الضوء اللي كان موجود داخل هذا المصباح، وبعدها يظهر ويرت داخل بحيرة ويروح ويساعد أخوه ويساعد الضفدع ويطلع لليابسة. وفي ناس من المدينة يجوا ويشوفوهم ويساعدوهم وينقذوهم ويتم نقلهم للمستشفى. أول ما يصحى من غيبوبته ينادي على أخوه أين كريغ؟ أول ما يصحى من غيبوبته يلتقي بسارة، وهي اللي كانت موجودة قدامه بنفس زي التنكر حق ليلة الهالوين، وهذا يثبت إنه كل الأشياء اللي صارت صارت في ليلة واحدة. وبعدها يظهر الجانب الآخر من الحائط ونقدر نشوف إنه الحطاب تلاقى أخيرا مع ابنته، وبيترس الطائر صارت بشرية مع عائلتها، والوحش بعد ما انطفأ المصباح انتهى هذا الوحش وتوفى. وبكذا انتهت القصة لأغرب إنيميشن أنا شفته. طبعا هذا الموسم الأول والوحيد، وفي كثير من الثغرات اللي لم يتم حلها. بالنسبة لي أنا أشوف كذا، في كثير من الأشياء ما تم حلها، وبالنسبة لي أنا أتوقع أنه ممكن رح يكون في جزء ثاني، لكن إلى الآن لم يتم الإعلان عنه. طيب الآن خلونا نجي ونتكلم عن النظريات اللي تقال عن هذا الانيميشن. تذكرون في الحلقة التاسعة لما غرقوا في النهر وقلت لكم تذكروا هذه اللقطة وخلوها ببالكم، لما كانوا يغرقوا ولما أفاقوا لقوا نفسهم في غابة غريبة وتختلف تماما عن عالمهم الحقيقي. وتقول النظرية أنه جميع الأشخاص الغرباء اللي قابلوهم أثناء رحلتهم كانوا مجرد أرواح، ويرت وكريغ كانوا عابرين لهذا المكان، والمكان هذا كان مكان ما بين الحياة والموت، والوحش الغريب هذا هو الشيطان يأخذ الأرواح ويحولهم إلى نوع من الأشجار. وبعدها الحطاب يجي ويقطع الأشجار والأغصان ويحولها لزيت لهذا المصباح، والمصباح هذا هي روح الشيطان، فإذا انطفأت توفى الشيطان. وتتذكروا لما كريغ تقابل مع ملكة السحب وقالت له انها راح تحقق له امنية واحدة، كريغ وقتها تمنى انه يرجع للبيت، لكن بعد ما عرف انه اخوه ما يرجع معاه للبيت غير امنيته. طيب الامنية هذه ما كانت معروفة، لانه هو قال الامنية هذه في اذنها. امنية كريغ كانت التضحية بنفسه بمقابل انه اخوه يعيش ويوصل للبيت. لما كريغ شاف انه ويرت قاعد يلومه وقاعد يقول له انت السبب واحنا نعاني بسببك، وشاف انه اخوه ويرت يبغى يوصل للبيت بأي طريقة، قرر انه يضحي بنفسه عشان اخوه. ولما ويرت قابل احدى الشخصيات الغريبة داخل الحظيرة، اليقطينة هذه قالت له الا تظن انك اتيت مبكرا؟ فرد عليها وقال ماذا تقصدين؟ فقالت له لا ارى انك جاهز للانضمام الينا. وهذا الكلام يعني انه ويرت لسه ما توفى عشان ينضم لهم، فكان ما بين الحياة والموت. وفي النهاية استيقظ ويرت في المستشفى وهو يصرخ اين كريغ؟ ونشوف في الحلقة الاخيرة انه كريغ لابس ملابس انيقة وشكله باين وكأنه في افضل حال، لكن الحقيقة هي انه كريغ متوفي. يقرر كريغ انه يضحي بنفسه عشان اخوه ويرت. ويرت كان طول الوقت يتخيل انه كريغ موجود، لانه ويرت ما كان مصدق وما قدر انه يتقبل وفاة اخوها الصغير. وفي النهاية هذا الكرتون يوضح لنا انه في بعض الاحيان الكذبة الجميلة تساعدنا لتخطي مآسي الحياة. هذه هي بعض النظريات اللي تقال عن هذا الكرتون، وفي الكثيرين مو راضيين عن نهاية هذا الكرتون، لانه نهاية الوحش كانت عادية جدا، وقصة وفاة الوحش هذا كان من الممكن ان يكون أكبر وأعمق من هذا بكثير. وكمان شفت عدة تغريدات عن عدة أشخاص قالوا إنه خلف حائط الحديقة فيها الكثير من الأسرار، والكرتون هذا وفكرته أعمق من هذا بكثير جدا. وفي بعض التساؤلات عن بعض الشخصيات، مثل الرجل اللي كان في المطعم وماسك ابنه بحبل في رقبته، هذا الشخص اختفى وما شفنا كمان وما عرفنا الكثير من الألغاز الغامضة والتفاصيل الصغيرة اللي أنهوها وبدون أي تفسير. وفي الكثير من الأشخاص يقولون لازم يكون في جزء
ثاني عشان يوضحوا لنا التفاصيل ويوضحوا الأشياء اللي ما انتهت. وأنا بصراحة أشوف إنه إذا في جزء ثاني بيكون أفضل وبيكون ممتع أكثر. أعتذر منكم إذا كان في أي لقطة نسيتها أو بالغلط قلتها من عندي، أتمنى إنك توضح لي بالكومنت. وإذا أنت يا عزيزي المشاهد شفت الكرتون هذا وعندك بعض النظريات، أو بعد ما شفت الحلقة هذه جت لك أفكار أو سمعت عن نظريات يقولوا عنها عن هذا الأنيميشن، اكتب لي بالكومنت. وفكرة الفيديو كانت زي ما وضحتها لكم في بداية الفيديو، ملخص عن كرتون خلف حائط الحديقة المرعبة والقليل من النظريات والتساؤلات المرعبة حول هذا الأنيميشن. وهذا أطول مقطع أنزله بقناتي، فإذا أعجبك هذا النوع من الفيديوهات أو حاب إني أسوي ملخصات عن كراتين أو أي شيء تبغوني ألخصه لكم اكتبوا لي بالكومنت. وإذا عجبك الفيديو واستمتعت فيه لا تنسى تضغط زر اللايك واشترك في قناتي، ولا تنسوا الصلاة على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وإلى اللقاء.